في الحقيقة قد إيه الواحد بيبقى مبسوط وهو قاعد في المشاركات الوطنية. وبشكر نيافة الحبر الجليل لأنبر مية على إتاحة الفرصة أني أكون مشارك في هذه الندوة. وفي الحقيقة الفخر بيبقى للواحد وهو تحت هذه القبة القبطية الأرثوذكسية وهذه المنارة الثقافية التي المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اللي دايما بتعبر عن نبض الوطنية للكنيسة واهتمامها بالحوارات والدورات والندوات اللي بتهم المجتمع المصري ككل، مش بتهم الكنيسة بس ولكن بتهم المجتمع الوطني ككل. زي الندوة بتاعت النهاردة، ما هيش ندوة خاصة بأحوال الأقباط أو أحوال الكنيسة، ولكن احنا النهاردة جايين عشان خاطر وطن. الوطن ده احنا بنتشارك فيه مع أخواتنا المسلمين، وبنعيش في مجتمع واحد، وكلنا يهمنا هذا المجتمع. ربنا ادانا حرية الاختيار، والحرية دائما ما هي تصنع حضارة الأوطان. دائما لما يبقى الشعب ده عنده حرية في التعبير، الشعب ده بيبقى عنده حضارة، بيبقى عنده تاريخ. طبعا ما ننساش حرية التعبير ظهرت إبان ثورة 19 أيام الاحتلال الإنجليزي، وإزاي أن حرية التعبير ده لما خرجت الكنيسة في إيد الجامع أو الأزهر، وإزاي أن هم اتحدوا في الرأي من أجل رسم خريطة السياسة في مصر. صحيح الكنيسة لا تتدخل في العمل السياسي، ولكنها تشارك في العمل السياسي، زي ما احنا دلوقتي الانتخابات دي هي مشاركة في العمل السياسي دون التدخل في العمل الأساسي. طيب لما نيجي نتكلم عن الحرية، خلي بالكم الحرية دي دايما بيبقى جنبيها نصيحة. انتوا عارفين ربنا لما جاب آدم قال له بص عندك حرية تأكل من كل شجر الجنة، بس الشجرة دي لو كلت منها هتموت. في نصيحة في سفر التثنية، ربنا ينصح شعب: يا ابني أمامك طريقان، الحياة والموت، فاختر الحياة لكي لا تموت. اختار الحياة، ومع ذلك بيدي برضو نصيحة: خلي بالك الموت دوت هيبقى فيه مشكلة. ليه أنا بقول الكلام ده؟ في حرية التعبير لازم تكون انت عارف كمان انت بتعبر عن حريتك ورأيك، بس ازاي؟ في واحد يقول لك عم انا مش فاهم حاجة واي حاجة وخلاص، وفي واحد يقول لك ما زي ما يعني تفضل يفت الحبر الجليل انبر مية ما هي كده كده خلصانة. لا، احنا بنشكل يا جماعة حضارة وتاريخ، احنا لينا تاريخ، وكون انك بتنزل ده حرية تعبير، بس في نفس الوقت في نصيحة مين اللي تختاره. وعشان كده علشان اختار حد ما اختارش بناء على كلام حد، لا انا بتكلم على ارض الواقع. ارض الواقع بيقول ايه؟ يعني انت النهاردة مثلا سي مثلا اتنين في العمل متقدمين مرشحين، كل واحد فيهم يبقى مدير، ففلان دوت السي في بتاعته او سابقة الاعمال بتاعته بتقول عمل كذا وكذا 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 وكذا، الراجل ده حقق نسبة نجاح مثلا بنسبة 70%. طيب المدير التاني سابقة الاعمال بتاعته كذا 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 كذا، بس نسبة نجاحه أو نسبة الجودة بتاعته 50%. يبقى إذن أنا عندي بختار اللي هو أبو 70%. ليه بقى؟ بشوف سابقة الأعمال بتاعته.
وبناء عليه أنا عندي حرية إن أنا أختار. يوما ما كان في اختيار، بس للأسف كان الاختيار صعب غلط أدى إلى موت الدولة. في دول كتيرة حصل كده، لكن اللي هيختار اللي هو مد الدولة بالحياة ومفاصل الدولة إن هي تقوم مرة تانية، برغم إن ده جاء على حساب حاجات كتير، لكن نسبة تحقيق النجاحات اللي تمت كانت بنسبة معينة، دي خلتنا على الخريطة العالمية، مش هقول المحلية لا العالمية. النهاردة مصر ليها ثقل، والنهاردة كل دول العالم كانت بتعول على مصر من أجل دخول المساعدات لفلسطين. طب ما انتوا عندكم يعني ثقل سياسي وانتوا زعماء العالم، ما انتوا تقدروا تحلوا الموضوع ده. لا، لأن بلدنا بتتميز إن هي محور مفصلي في الشرق الأوسط كله، ولذلك كل الدول تعمل حساب لمصر. طيب هو ده جه من فراغ؟ لا، ده جه نتيجة عمل سياسي وعمل مجتمعي، بنحاول نقوم الاقتصاد بتاعنا، بنحاول نعمل إصلاحات، بنحاول نعالج بعض أمور، بعض سلبيات حصلت بس بنحاول نعالجها، صحيح هتاخد شوية بس بنحاول نعالج، لكن في حياة في الدولة، في حياة في الدولة. عشان كده مهم جدا احنا ككنيسة قبطية بنشكل حضارة بلدنا اللي احنا عايشين فيها، احنا جزء من الحضارة اللي احنا عايشين فيها دي. وخلي بالكو احنا حضارة بتمتد من 7000 سنة لحد النهاردة الى نهاية الأيام، لينا حضارة قوية. وعشان كده احنا كأقباط مصر لابد يكون لينا حرية التعبير، لان احنا بنشكل الحياة السياسية اللي جاية الفترة اللي جاية، يا اما تبقى فيها حياة ونعيش، يا اما يبقى فيها موت وكلنا نموت. عشان كده محدش يقول انا صوتي مش مهم وهي كده كده خلصانة، لا، ده نزولك دوت في حد ذاته قوة ورسالة للعالم بره. نزولنا نزول أي حد، مش بس الكنيسة، لا، ده نزولنا كلنا بيدي رسالة للناس اللي بره إن احنا بلد قوية بسبب حرية التعبير اللي احنا بنعبر عنها. نزولك بس وظهورك كده قدام الشاشات، لأن طبعا كل اللجان هتبقى بتصور الناس الناخبين، دي رسالة لدول العالم بره، عايز تقول ان انت القائد بتاعك اللي في مصر قوي، والناس اللي وراه ناس ليهم حرية التعبير ولهم التأثير في الرأي. وديت احبائي هتعود على الخير على مصر. ان النهاردة لما كنا مستضعفين زمان كانوا بيسمونا دول العالم الثالث. صحيح لسه احنا في دول العالم الثالث، لكن عندنا خطة 2030 ان احنا نكون في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى، عندنا خطة وماشيين فيها. صحيح في بعض الناس ما تعرفش ايه الحاجات اللي بتحصل، لكن لا، في امور الناس اللي هي لها وعي سياسي ووعي اقتصادي ووعي مجتمعي، عارفين ايه اللي بيتم وايه الخطة اللي محطوطة عشان بلدنا توصل ل2030 للجمهورية الجديدة اللي كلنا بنحلم بيها. مش الجمهورية الجديدة اللي هي العاصمة الإدارية، لا، هي الحضارة بتاعت بلدك اللي هتظهر في 2030 من خلال القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة السياسية اللي هنظهر بيها كبلد. عشان كده احنا مهتمين جدا، مش الفكرة ان احنا بنختار شخص معين ولا لا، احنا الفكرة ان احنا عايزين نقول للعالم كله عندنا قائد كلنا خلفه وحقق نجاحات، واحنا معاه في النجاحات اللي جاية بعد كده. في سلبيات، صدقوني السلبيات ديت
تحت الدراسة علشان نتلافاها، لكن مهم جدا نزولك في الانتخابات وحرية التعبير اللي انت تظهرها ناحية بلدك، لأن ده واجب وطني وأمانة أمام ضميرك وأمام ربنا وأمام وطنك. وأشكركم وأشكر نيافة الحبر الجليل.